يقول السائل: ما معنى التعدي في الوضوء؟ التعدي في الوضوء هو الزيادة عن المشروع. التعدي في الوضوء هو الزيادة عن الوضوء المشروع. العبادات كلها الواجب أن يأتي بها الإنسان على الصفة الشرعية من غير غلو ولا إفراط ومن غير تفريط، لا يقصر فيها ولا يزيد فيها. الوضوء مثلا التعدي فيه إن الإنسان يزيد في الغسلات على ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب غسل الأعضاء مرة مرة، هذا الواجب والفرض، وإذا زاد غسلتين أو ثلاث هذا أيضا طيب، أما إذا زاد على الثلاث فهذا تعدي وهذا غلو ولا يجوز. الفرض واحدة والثنتين فضيلة والثلاث سنة، وأما الرابعة فهي بدعة، هذا تعدي. فلا يسرف الإنسان في الغسل، في غسل الأعضاء، ويزيد ويقول هذا زيادة خير، لا، الخير فيما شرعه الله ورسوله. وكذلك من التعدي في الوضوء الإسراف في الماء، الإسراف في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع أربعة أمداد، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، أكمل الخلق طهارة، يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع، فإذا زاد عن ذلك هذا إسراف وتعدي في الوضوء.